السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام داخل وخارج السودان في حلقة جديدة من المشهد السوداني. تأتيكم هذه الحلقة تحت عنوان التسوية الثنائية ومخاطرها، ونناقش فيها أحاديث التسوية الثنائية ومخاطرها على المشهد السياسي والأمن القومي السوداني. نحلل أيضا جانب من لقاء نداء أهل السودان مع ممثل الإيجاد وبعثة الاتحاد الأفريقي. نناقش أيضا زيارة السفير الأمريكي إلى الشرق ولقائه بالناظر تيريك والناظر دبلول ودلالتها في المشهد السياسي، فمرحبا بكم. وللمناقشة يسعدنا أن ينضم إلينا داخل الأستوديو الأستاذ حسن إسماعيل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ حسن. مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله. ناجي، يوم المواكب بتاعت الكرامة كنت لابس لبس أنصاري، اليوم عشان حنحلل المشهد السياسي جيت لابس يعني بدلة وكرافتة وكده، أصير شنو في القصة دي؟ أصير مالي كل مغامي مغال طبعا. كل مغامي مصهر. أهلا بك أستاذ حسن. مرحبا. لدينا تقرير يتحدث عن هذه التسوية ومخاطر التسوية، أستاذنك والمشاهدين نشاهده ومن ثم نعود للمناقشة. التسوية الثنائية حديث الساعة هذه الأيام، رغم نفي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في وقت سابق وجود صفقة ثنائية مع أي من المكونات السياسية. نفي البرهان لم يكن مطمئنا للقوى السياسية، فالأخبار الواردة من غرف التفاوض تؤكد أن التسوية ماضية في خطواتها الأخيرة، فما يجري في الخفاء ظهر للعلن على لسان ممثل الاتحاد الإفريقي السفير محمد بالعيش، الذي أكد في وقت سابق أن التسوية ستكون مرضية لجميع القوى السياسية. تصريحات بالعيش تطابقت مع تصريحات البرهان في كدباس بقرب انتهاء الأزمة السياسية وإيقاف ما أسماه الاستشعار بالخطر. إحنا متفائلين جدا، كأنه في مقبل الأيام نشهد انفراج، لأنه كل الناس بدوا يستشعروا المخاطر البتحيط ببلدنا. ليكشف موقع الطابية الإخباري عن عقد البرهان لقاء في بيت الضيافة ضم كلا من رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير وممثلين عن تجمع المهنيين وسفراء دول أجنبية وإقليمية لمناقشة التسوية المرتقبة. أخبار الطابية لم تنفها المواقع الرسمية التابعة لمجلس السيادة ولا المكتب الإعلامي للبرهان حتى اللحظة. تسوية ثنائية جديدة قبلت برفض الشارع لها، فمظاهرات 29 و30 من أكتوبر وضعت رسالة في بريد البرهان أنه لا تسوية مع بقايا قحط. فهل يعي البرهان مخاطر التسوية التي تهدد مستقبل البلاد، أم أنه سيرضخ للضغوط الخارجية؟ نعم، هل يرضخ البرهان لهذه التسوية الثنائية التي تديرها الآن ربما الرباعية قيادة السفير الأمريكي، أم أنه يعي مخاطر هذه التسوية على الوطن وعلى الأمن القومي، وربما يؤيد ما قاله قديما بأنه لن يكون هنالك أي تسوية سياسية في هذا الاتجاه؟ والله شوف يا ناجي، الوضع في غاية الخطورة وفي غاية الحساسية، وطبعا والوضع فيه كثير جدا من صيغ الخداع وصيغ الاحتيال وصيغ التحايل. يعني بيقول ما في تسوية ثنائية، تسوية ثنائية معناتها لأنه الناس درجوا ويقولوا والله التسوية الثنائية بين المكون العسكري وبين قوى الحرية والتغيير. فأنت لما تقوم تعمل تسوية تضيف ليها 3-4 تنظيمات جديدة أو 3-4 أفراد بيمثلوا تنظيمات جديدة، باعتبار أنك أنت نفيت أنه والله دي بالتسوية الثنائية، دي تسوية فيها توسعة القاعدة. وطبعا لما تجي تسمع مفردة توسعة قاعدة الشراكة، ودي نفس الأزمة اللي كانت موجودة قبل 25 أكتوبر، وباعتبار أنه الآن حلت، يعني أنه إذا نحن أضفنا لقوى الحرية والتغيير ألحقناهم بالحركات المسلحة الموجودين في السلطة الآن، وألحقنا بهم الوفاق، وألحقنا بهم ممثل للمؤتمر الشعبي، بالرغم من أنه المؤتمر الشعبي ضد هذه المسألة على لسان رئيس مجلس الشورى بتاعه والزعيم الأساسي في الحركة الإسلامية المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، وبالرغم من بيان جماعة أنصار السنة المحمدية، أنت حتلاقي فرد من الأنصار السنة وفرد من المؤتمر الشعبي وتعمل خديعة تقول والله دي ما تسوية ثنائية، أنا وسعت القاعدة بتاعت الشراكة، وبتحاول تدي المسألة دي البعد الجديد بتاعه، ودي الخديعة هنا. يعني لما البرهان يطلع يقول والله ما في تسوية ثنائية، هو قاصد إنه ما في اتفاق لاقتسام السلطة بينه وبين القوى الحرية والتغيير، بمعنى
انه في اتفاق للحق والحريه والتغيير بالاجماع بالاتفاق بالسلطه القائمه دي كما هي مع تعديلات بسيطه وتعديل في الديكور. وبالتالي الوضع خطير جدا. وانا شخصيا معلوماتي انه البرهان حتى الان خاضع بالكامل للاليه الرباعيه، وما في اي اخبار وما في اي تاكيدات بتقول انه هو رافض شروط الاليه الرباعيه، ولا في ما يؤكد انه حتى نحن زي ما كنا بنسمع بنقرا بعض المقالات وبعض النفي وبعض التصريحات من بعض المنسوبين للمؤسسه العامه، ما في التصريحات زي دي، وكل الكلام اللي بيطلع انه والله ما في تسويه ثنائيه، لكن هو في اتفاق أسوأ. يعني لو كان الليله الاتفاق ده تسويه ثنائيه بين قوى الحريه والتغيير بموجب وصيغه الوثيقه الدستوريه اللقيطه الاولى دي، كان اقول ما في مشكله. اللي بيحصل ده الان أسوأ، ومش أسوأ في الاعداد بتاعه، اخطر في النتائج بتاعته. الشيء الحاصل ده بيحرق البلد، انا بقول لك، والناس ممكن يتذكروا كلامي اللي بقوله، الموضوع ده اذا مش بيحرق البلد، الموضوع المطروح ده، الصفقه الماشيه دي اذا تمت غصبا عن الناس بقت امر واقع، حتحرق البلد. لانه انا الان بعد شويه حتطرق لك لبعض البنود اللي ما معلنه في القصه دي، ولكن اعلنت داخل غرف التفاوض والتشاور. فاذا مضت بالموجود فيها ده قطعا حتحرق السودان، قطعا حتحرق السودان. نعم، يعني ما هي هذه البنود؟ ربما كثير من المشاهدين الان يتساءل ما هي هذه البنود التي كانت في القرف المظلمه. شوف يا اخ ناجي، هو طبعا اخطر ما في هذه المسوده انها هي ما اعلنت بالكامل ولا الجزء اللي تمت مداولته ده، هو فقط ده الجزء الموجود اللي بتحتويه المسوده. انا بقول لك الكلام ده لانه نحن عرفنا مثلا انه السفير الامريكي، لاحظ، والكلام ده المشاهدين يستمعوا له ويسجلوه ويحفظوه عندهم. السفير الامريكي بيلتقي بواحد من قيادات الاحزاب الجماهيريه، الاحزاب التاريخيه، وبيدعوه للتوقيع على المسوده دي. فالراجل مشكور وده موقف يحفظ له، وذكر له ان احنا حزب قاعدته قاعده اسلاميه، ما بنقدر نوقع على وثيقه او مسوده بتاع الدستور العلمانيه. فرد السفير الامريكي كان شنو؟ لاحظ، ده السفير الامريكي هو اللي بيدعو زول مواطن قاعد حزب سوداني وطني تاريخي، يعني السفير هو اللي بيقول له وقع. فلما وراه تحفظاته احنا ما بنوقع على الدستور زي ده لانه بنحرق قاعدتنا وبنتحرك مع قاعدتنا، السفير بيقول له المساله دي ما حتقدروا تشاركوا في الفتره الانتقاليه. فقال له ما شرط نشارك في الفتره الانتقاليه، يعني اصلا ما حيصير نشارك في الفتره الانتقاليه. فقال له الوثيقه دي، وده برضه رد السفير الامريكي، وانا بتكلم في المنبر ده يعني ناجي الناس برضه يحفظوا الكلام ده ويعرفوا. فقول له الوثيقه دي او المسوده دي اذا انتم ما وقعتوا عليه حتعزلوا عن الاشتراك في الانتخابات الجايه. بالله. ايوه، اللي هو ده نفس القانون اللي وعد في العراق بواسطه نفس المجموعه دي، قانون العزل من الانتخابات. يعني انت حتمشي حيكون عندك راي في المسوده دي، ما حتكون شريك في الفتره الانتقاليه ما تديرها، دي مرحله. المرحله الثانيه انت مش ما وقعت على الوثيقه دي، انت حتى حتعزل، وده ما معلن الان في المسوده دي، حيعلن لاحقا انه والله اي جهه ما وقعت على المسوده دي حتعزل من الانتخابات القادمه. وطبعا الامر ده اذا مشى السودان ما العراق، يعني هو القوى الحزبيه في السودان هي القوى الحزبيه، مع كل الاحترام والتقدير وكده يعني، ولا التضاريس السودانيه هي التضاريس العراقيه. اذا الموضوع ده مشى وبقى يعني فرض على السودانيين بيحرق البلد تماما، لانه اذا القوى الوطنيه الان بتقول لك يا اخي احنا ماذا نشترك في الفتره الانتقاليه؟ اهم شيء تشترك في الفتره الانتقاليه، لكن بشرط تحدد سقف لانتهاء الفترة الانتقالية وتحدد مواقيت لدخول الانتخابات، اللي هو ده الحق الطبيعي بتاع القوى الوطنية. انت اذا بيك بيظهر انك انت في الغرف بتاع تفاوضك اللي بيقود السفير الامريكي اللي هو امس مشى شرق السودان عشان يقول نفس الكلام ده، انه انت دار تعزل ثلاث ارباع القوى الوطنية من انها تشترك حتى في الانتخابات. وطبعا ما في زول بيقبل لك الكلام ده اصلا، ما في زول حيقبل ولا حيمر الكلام ده طبعا اصلا. فنحن اذا كنا التيار الوطني بيطلع في موكب عشان يقول المسوده دي ما حنسمح بانه فتره انتقاليه تدار بشراكات زي دي، فاذا بالناس بيفاجئ انه والله على لسان السفير الامريكي انه والله يا اخي حتى الانتخابات الجايه القوى الوطنيه دي حتعزل منها، ودي مواد موجوده في فده بيحرق البلد. الكلام ده اذا في ودمجنا عداله مش يفرضوا على الناس، خليه يكون عارف انه اول شيء بيحصل انه بيشعل البلد. يعني هذه
ما دبلوماسيه، دي وقاحه يعني، تجاوز العرف الدبلوماسي للوقاحه والاستعمار ربما. ما احنا بنقول اذا اين السياده يعني؟ من يريد ان يحكم البرهان ومجلس السياده؟ ما في سياده، عايزين يحكموا منو؟ ما في سياده. اذا كان كل القرارات اسماء ما في يدينهم يعني، قرارات تاتي معلبه من الخارج. مش في عندنا حاجه اسمها مجلس سياده، اسمه مجلس السيادة وقاعدين فيه ناس كتاب مع الاحترام والتقدير الشخصي يعني. لكن دي أسماء مملكة في غير موضعها، كالهري يحكي انتفاخا صولة الأسد، البلد بتسحب من تحت الناس. انت شفت الأمس السفير الأمريكي مشى للقضارف واجتمع مع اللجنة؟ يا أخي ما بيحصل. السفير الأمريكي في لبنان ولا في اليمن ولا في بيروت ولا في فلسطين ما بيتحرك بالبلدان اللي فيها مشاكل أعمق من مشاكلنا دي، ما بيتحرك بالصورة اللي بيتحرك بها السفير الأمريكي. أخبر الموضوع ده البرهان ما منتبه لخطورته، ويفتكر إنه لما يطلع يقول تصريحين ثلاثة كده خلاص ما البرهان بيلعب بالنار. برهان بيلعب بالنار وما منتبه إنه القصة، يفتكر إنه القصة دي بتمشي. والذي رفع السماء بلا عمد ما بتمشي. نتائج شنو يعني؟ ما بتمشي نتائج يعني، الناس هتصدوا لها. نحن بعد 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 معركتين بتاعت استقلال، معركتين بتاعت استقلال ماتوا فيها رجال اطهار ورجال اسماء، نجي ثاني نحن نخلي زلنطحيه يسلموا البلد لمجموعه سفهاء وصعاليك دوليين حايمين، موظفين حايمين، بلاقينا البلد هامله وبلاقينا البلد ما فيها راجل يمنع عنها ويصد عنها نسمح انه تتسلم ليه؟ تتسلم للاستعمار الإقليمي والدولي. هذا ما بكون أصلا، ما بكون الكلام ولا بتيم ولا بمشي يعني. وأحسن أي زول أي شخص بيفتكر أن الموضوع ده مش أحسن نراجع حساباته. الطرف الآخر يتحدث أنه هذه الصفقة السياسية أو الاتفاق الثنائي أو سميه التسوية السياسية، القرض الأساسي منه هو نمرة واحد إنهاء الانقلاب، نمرة اثنين إخراج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية. ده يعني هذا أمر جيد. ما نحن الا 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 يعني نجي نكون احنا ما بنعرف سياسه ونكون ما عاقلين يعني حتى نصدق الكلام ده. ما في ما الا نكون كده يعني. هي تسويه سياسيه اقرت انه الدعم السريع ده يكون جيش موازي للقوات المسلحه. دخلت شنو؟ انت يا اخي بتغنن في ميليشيات الانغاز دي، زمان كان عندها مجموعه من القوات المساعده، عندها دفاع الشعب قوه مساعده، عندها المجاهدين قوه مساعده، عندها جهاز العمليات جهاز بخوض عمليات باسم جهاز الامني بيعمل اسناد للقوات المسلحه. لكن القوات دي كلها كانت تحت السيطره، كانت محكومه بقوانين وتحت السيطره ومعروفه تخوض الحروب بتين ومعروفه ترجع بتين وتتسرح بتين وسلاحها يتجمع بتين وجيب من ضمنها الدعم السريع. الان انت بتدعي انك انت داير ترجع القوات المسلحه السكنات العسكريه، سكنات الجيش، داير ترجع العساكر دي سكناتهم. بتدعي كده وانت تكتب لك وثيقه بتقنن فيها وجود قوات موازيه للجيش السوداني، وبتقنن فيها قائد الدعم السريع ده هو انه شخص قائم بذاته. ده بيقصد احنا بنعرف السلطه التشريعيه وبنعرف السلطه التنفيذيه وبنعرف السلطه القضائيه. الان رئيس الدعم السريع ده قائد الدعم السريع بيقى سلطه رابعه قائمه بذاته ثاني. انت محترف فيها في المسوده اللغيطه بتاعتك دي، انت محترف فيها وتجي تقول للناس والله انا داير انهي الانقلاب. انت بتقنن لدور مش العسكريين، بتقنن لدور الميليشيات. انت في المسوده دي اسي قلت السلاح بتاع الحركات ده يتجمع، وهو نفس الكلام الفارغ قلته في سلام جوبا ده، نجمع السلاح ونجمع. ما في شيء. الان الوضع انه مع الاحترام والتقدير الحركات دي كلها الان بتحكم بصفتها العسكريه، ما تحولت لاحزاب مدنيه، ما تحولت لاحزاب سياسيه، ما تحولت لاوعيه سياسيه. فانت عمليا بموجب اتفاق جوبا وبموجب الوثيقه الدستوريه اللي احترفت فيها بانه الدعم السريع قوه موازيه وبموجب المسوده الماشيه دي الان، انت عمليا بتقنن لاداره البلد باحزاب لا سند جماهيري لها ولا وجود على الارض لها ولا وجود واقع على الارض لها، مع مجموعه من الميليشيات العسكريه. تقول لي نرجع الجيش نرجع العساكر سكناتهم؟ انت ما كان عندك خمسه، كان عندك البرهان وحميتي وعندك ابراهيم جابر وكباشي وياسر العطا. الان رئيس اي حركه عسكريه ده ما عسكري، ما ده جسم مسلح، الان هو جزء من العمليه السياسيه. فانت ده ترجع منه السكنات يعني؟ ده هما منازل يعني خاتين للشعب السوداني ده وخاتين لنوخ ابوه والاعلام، خاتين صفر، ما خاتين لقيمه.
وافتكروا الطبخة دي كده بتمشي، وافتكروا انه الناس ما اللي بيحصل من 2019 الى اليوم في السودان ده حقيقة دي بوادر بتاعت حرك للسودان، مش تفكيكه، التفكيك ده ما قابل لانه يعاد تجميعه. السودان في جهات كثيرة جدا، اما انها تاخذ خيراته الصالح من خيراته تشيله زي الجسم، زي الجسم المجهز عليه، تشوف الاعضاء الصالحة تفككها تبيعها تشتغل بها تستفيد منها، وبقية الجسد ده تحرقه. وصدقني ده الماشي الحاصل الباقي ده هو الماشي الان، لانه الان ما في زول فيهم قادر يطلع يقول والله يا اخي نحن مضطرين انه ندير لا ما في زول يقول لك نحن الكلام المغلف ده دار نرجع الجيش السكنات، دار نعمل استرداد المسار الديمقراطي، تحت المسميات دي تحت الشعارات دي بتوقد نار خطره لحريق السودان ولاشعال السودان ولتمزيق السودان ولحرق جثه السودان. حتى بعد ان يصاب السودان في مقتل تحرق هذه الجثه، جثه هذا الوطن، ويفرق دمه ويفرق الرماد بتاعه بين هذه والكلام ده ما تهويش. انت لما تقرا تتابع المعلومات اللي بترشح من الغرف بتاعه التفاوض وغرف الاستقطاب للمسوده دي، انت لا يعني ما بتملك الا انك انت يعني تصرخ باعلى صوتك تنبه للخطر المحدق. الان الخلاف ما بينه بيقول حرية وتقدير في إدارة البلد داخلين، الآن دي مسودة جربت في العراق ومزقت العراق، نفس المسألة دي، وجربت في عدد من نفس عشان كده أنا لما كنت أقول لك المسودة دي ما كتبها السودانيين، دي مسودة جاية من مجمع الكنائس في النرويج، كتبها منظمات بتتمول من المجمع الكنسي العالمي، ودي وصفة لتفكيك البلدان بتاعت الشرق الأوسط، دي وصفة معمولة. يعني أنت تجيب لي تقول لي والله يا أخي أنا دار عمل انتخابات 80% من القوى السودانيه ما حتشترك فيها، يا اخي انتخابات 2010 قبل 12 سنه ونحن بنتطور ولا بنرجع لورا؟ قبل 12 سنه اتعملت انتخابات رئاسيه اشتركوا فيها كل غرض الاحزاب، اشترك فيها ياسر عرمان، اشترك فيها عبد الله دينغ ميال المطور الشعبي، اشترك فيها مبارك المهدي، اشترك فيها الصادق المهدي، اشترك فيها كل الناس اشتركوا فيها، محمد ابراهيم نقود عليه الرحمه، كل الناس زي اللي اشتركوا في الانتخابات. تجي بعد 12 سنه تعمل لك انتخابات تشترك فيها قوة بتمثل 5% أو زي ما قال حسين خوجر 2% بتمثل وتعزل الباقين، والباقي تديره بميليشيات وبمؤسسات عسكرية جزء منها نظامي جزء ما نظامي، ودائر البلد وفي النهاية حتى التشكيلة دي ذاتها لا تملك قرارها، دي ذاتها ما تملك قرارها، دي نفسها ما بتملك قرارها. طيب بعض الاستراتيجيين والخبراء العسكريين يتحدثوا أن هنالك الدول تريد أن تنقل الذي حدث، مثلا هناك حفتر الآن في ليبيا تريد أن تنقل هذا النموذج إلى السودان من أجل مثلا موضوع المواني، أن لا يكون هناك مواني، وبعضها تريد أن تذهب أعمق من ذلك في موضوع ما أشرت له أنت، تفكيك أو إعادة صياغة الدول في الشرق الأوسط. هل تمر هذه الطبخة على الاستخبارات العسكرية السودانية، ذلك الجسم العريق، وعلى المؤسسة العسكرية السودانية التي يعني ربما هي أكبر المؤسسات العسكرية في المنطقة، هي التي قادت حروبات ضد هذا المشروع ربما منذ الاستقلال، يعني منذ الاستقلال هذه المؤسسة العسكرية ظلت تقدم الشهداء وتحمي الأرض من هذا التمزيق. هل تخنع الآن؟ هل يعني كما يقول الطيب مصطفى عليه رحمه الله تنبطح الان من اجل ان يمر هذا يعني هذا المخطط؟ يعني نشوف ثقتنا في المؤسسه العسكريه في القوات المسلحه كبيره جدا، ولا اظن بل انا على يقين انها ما بتسمح بمرور مثل هذا المخطط، ولا التيار الوطني بيسمح بمرور هذا المخطط. لكن التصدي لهذا المخطط حقيقه بيحتاج لعمل كبير، والعمل الكبير ده قد يعرض البلد لارتجاجات كثيره ولاهتزازات كثيره جدا. فمن باب أولى أنه هؤلاء الذين يلغون في هذا المشروع الاستعماري من الأولى أنهم يكفوا يدهم، من الأولى أنهم ينتبهوا لمخاطر وارتدادات هذا المشروع اللي هم ماشيين فيه. وطبعا الموضوع ده يا أخي ناجي ما واضح، أنت بتتكلم عن مثلا دويلة زي الإمارات، أنت بتتكلم عن السياسة الإسرائيلية في المنطقة. السياسة الإسرائيلية في المنطقة شنو؟ خليه عشان ما نشرح وندعب نقول ناخذ زمن المشاهدين انه شنو يحصل في اليمن، شنو يحصل للجيوش الكبيره في المنطقه العربيه ومنطقه الشرق. دخلي في المنطقه السودانيه دي اسرائيل بتحتاج زي ما انا شرحت قبل كده بتحتاج لشريط امني، لانه هي بتفتكر انه واحده من البوابات اللي كانت بتجيب السلاح باستمرار
في للجغرافيا الفلسطينية هو كان البوابة السودانية، وهي استراتيجية ما دائرة تخضع أو ما دائرة تتفاجأ بأي تغيير للأنظمة السياسية أو أي أوضاع يعيد إسرائيل في 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 موقع المهدد بالمخاطر. وبالتالي هي دائرة تأخذ بور سودان، تعمل النقطة بتاعت مراقبة أمنية، وتعمل شريط أمني كبير جدا يمتد من بور سودان لحد نهر النيل لحد الشمالية لحد كردفان. ده شريط يقطع مساحة جغرافية كبيرة جدا، ويتعامل بتغطية انه ده مشروع زراعي، يتعامل انه ده مشروع انتاجي، يتعامل انه كده، وهو في الحقيقة شريط امني يراقب الحركة في مصر في حال حصلت اي تغييرات سياسية في مصر، يكون خاتي مصر تحت الرقابة، اللي هو الشريط ده شمال الشريط ده يكون خاتي مصر، وجنوب الشريط ده خاتي الخرطوم كلها تحت الرقابة في حال تغير الانظمة السياسية. في نفس الوقت الإمارات بتفتكر أنها دار تأمن الميناء بتاعها عن طريق السيطرة على ميناء بور سودان، ودي مصالح مختلفة. ده الوضع كده، عشان كده هم مروا مثل هذا الدستور. نعم، سنأتي إلى هذا الأمر، ولكن أسمح لي معي عبر الهاتف الباشمهندس عبد الله مسار، نائب رئيس قوى الحراك الوطني. باشمهندس مسار، يعني هنالك حديث عن تسوية، وربما كتبت أنت مقالات في هذا الشأن، كيف تقرأ هذا الأمر، وهل يمكن أن تحدث هذه التسوية الثنائية بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية؟ هذا بعض الترحيب طبعا. حسب المعلومات التي تتحدث وسائل الإعلام أن هناك تسوية تمت، أو هناك مشروع تسوية تقريبا مستحيل أن تكون الطرف الآخر فريق البرهان وفريق الوطن. هذا المشروع يعتمد على دستور رغبة المحامين ودستور رغبة المحامين، بعد أن أجل عديد واحد تسعين تعديد وهذا معروف بعض القوى السياسية وجدت الظهر عشان يعملون إخراج هذا القوى السياسية. القوى السياسية التي حددت هي الحرية والتغيير والمركزي، وبعض القوى التوافق الوطني نعم. سيد مساري، يعني ما هو موقفكم المعلن من هذه التسوية؟ باشمهندس مسار، إذا كنت تسمعني بشكل واضح، يبدو أن هنالك مشكلة في الشبكة، يعني لا أستطيع أن أسمعك بشكل واضح. أتمنى من الزملاء في الاستوديو أن يعني يحاولوا إن كان هذا الأمر ليس ذا علاقة بالشبكة أن يعيدوك لنا مرة أخرى. يعني هذا السيد مسار يتحدث أن هذه التسوية مضت وتمضي في نهايتها، وأنت تتحدث عن حريق ربما للبلد. الطرف الآخر يقول لك يا أخي هذه التسوية سيكون الشخص الأساسي فيها هي الرباعية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لأنها جزء من هذا الأمر فإنها ستمول ميزانية الحكومة الجديدة التي ستأتي، فهذا خير للبلد. يعني لماذا ترفضون هذا الأمر؟ وين الكلام ده قال؟ الحكومة الأمريكية هتمول شنو؟ تمول الخراب؟ تمول شنو؟ تمول احتلال السودان كما مولت احتلال العراق؟ هو البلد دي ما فيها زول عاقل عشان انت لما تقول كلام زي ده يعني ناس يردوا لك عليه؟ يعني اللي بيدعوا الكلام ده مش انت طبعا. انا اقول لكم يقول الاخرين الذين نقلت عنهم، يعني امريكا تمول شنو؟ يعني مثلا تمول كما مولت في افغانستان؟ يعني ما الذي غرسته امريكا في العالم هذا واسهر يعني واثمر يعني؟
لماذا الناس لا يتعظون يعني؟ يعني ما الذي فعلته يعني؟ علاقتها مثلا بنظام زي نظام القذافي نتيجته كان شنو يعني؟ محرقة ليبيا يعني. الضرب الغزافي مش هو حلف الناتو اللي هو حليف الضرب موكب الغزافي اللي أشعل كل الفتنة في العراق وفي المنطقة دي مش هي أمريكا بأكاذيب عن أسلحة دمار شامل؟ الحرق أفغانستان بدعاوى محاربة الإرهاب ومن كل هذه الشرور يعني من حولنا يعني إرث وإرث واضح للإدارة الأمريكية بمختلف المصادر الحزبية سواء كانوا ديمقراطيين ولا جمهوريين. يعني نحن ننتظر شنو؟ أمريكا قدمت خير وين عشان نحن ننتظر خير يجينا في السودان من الناس دي؟ ما عقلة مثلا يعني؟ نحن ما عقلين مثلا؟ أمريكا مولت منو يعني؟ أمريكا دي لما كان علاقتها الجيدة في السودان مع مايو ورطته في الاقتراض من صندوق النقد الدولي اللي هو نحن المحنة الليلة يوم الليلة في هذه. وفي النهاية لما حصل الجفاف والتصحر في 84 جابت للسودان عيش ريغان للتمويل اللي عملته أمريكا. ونحن منتظرين وده الخير اللي عملته الولايات المتحدة عشان يجوك مجموعة من الصعاليق والشراذم وشذاذ الآفاق وأذيال المستعمر الجديد يخدعوا هذا الشعب الكريم إنه أمريكا بتمول. مع نفس كلام إبراهيم البدوي وحمدوك إنه والله إحنا ميزانيتنا أصدقاء السودان حدونا 12 مليار دولار. أمريكا ما جاي عشان تديك، أمريكا جاي عشان تشيل منك. ولا زالت أمريكا في الظرف، ولا لما كانت أمريكا في أحسن أحوال أدت البلد دي، حتى لما كانت في أنظمة بالكامل بتدعم الخط، بتدعم حتى مشروع السلام اللي كانت تبنته أمريكا في السبعينات عقب حرب أكتوبر. لما الحكومة السودانية عبر مايو دعمت الموقف ده ودعمت المشروع ده، لقت شنو من أمريكا؟ الناس ما بتفكر عشان تيجي تاخذ عليك ناس، مرة تغش الناس بالديمقراطية، ومرة تغشهم بالمدنية، ومرة تغشهم بالهتافات، ومرة تقدر تغشهم بأنه أمريكا بتمول الحكومة الجاية. وأنت قال السودان هو مشكلته مشكلة التمويل. ديل هم لما جوا لقوا السودان لقوا إنتاجية الكهرباء كم؟ ولقوا ليلة البترول إنتاجيته واقفة. لقوا إنتاجية الكهرباء كم وإنتاجية البترول كم؟ حافظوا عليها؟ حافظوا على الإنتاج، لقوا في خدمات صحية قاعدة، لقوا في مؤسسات صحية قاعدة، لقوا في مجموعة من الأمراض بتعالج مجانا وبتصرف أدويتها مجانا زي أمراض السرطان. تحية لأخونا البروف مامون حميدة وأخونا بحر وكل الذين يعني مروا على وزارة الصحة الاتحادية وولاية الخرطوم والوزارات الولائية. ده كله كان خير موجود، انت جيت حافظت عليه عشان تجي تقول أمريكا تمول لي؟ وبعد ذاك يا أخي هو القصة التمويل ولا القصة القرار في مقابل شنو أمريكا تمول لي؟ في مقابل انك انت تبقى يعني تبقى مزبلة خلفية لسياسة الإدارة الأمريكية في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، في مقابل شنو تمول لك؟ تمول شنو؟ يا أخي أنا أقول تمول عشان الناس ما يغشوا، ما يفتكروا إحنا قاعدين بنعاين ديل، يعني أنت ممكن تبرر علينا كلام. الرئيس البشير ده ربنا سبحانه وتعالى يفيك أسره، عرض على المصري قال يا أخي إحنا نطلع من الدائرة بتاعت الضغط الدولي دي، نحن تعالوا نديكم 2 مليون فدان الأرض مننا، وجيبوا أنتوا التقانة نزرع قمح، أنتوا تكتفوا ونحن نكتفي ونصدر، انتوا تصححوا الميزان التجاري بتاعكم ونحن نصحح الميزان التجاري بتاعنا. انا اوقف المشروع ده، ما هي امريكا دي. امريكا هسه بتسمح لزول يزرع نقطه حبه بتاع قمح في بلده؟ بتسمح بكلام زي ده عشان تيجي تغش تقول لنا امريكا بتمول المشروع الجاي وبتمول النظام السياسي الجاي؟ اخ ده كلام فارغ، وده كلام ما بيرقى لمستوى ذاته يناقش، ده كلام مردود. طيب يعني انت الان تتحدث عن مشكل سياسي ومشكل امني ومشكل اقتصادي، كل هذه المشاكل الا توجد يعني الا يوجد مستشارين للسيد رئيس مجلس السياده او حتى لنائبه او حتى للاعضاء مجلس السياده الان ينبهون بهذا الخطر؟ ما هو يعني هو ولا تنبيه وتفتكر هم ما عارفين؟ انا اقول لك حاجه، طب جابرهم شنو يعني؟ لا بقول لك انا شيء، يعني اقول لك كلام في الجماعه دي، البرهان وابراهيم جابر وكباشي، نزل من افضل الضباط اللي بيدرسوا ماده الاستراتيجيات في الكليه الحربيه. هو الموضوع ما بعد معرفه، ما بعد هو عارفين الطاقم العسكري اللي بيمثل قاعدين في المجلس عارفين من حيث ما من ناحيه معرفه عارفين، لكن هم دخلوا للمسرح السياسي بالنافذه، هم فكروا انهم يكونوا يرثوا الانغاز
طيب انت عشان انا اخليك تستمر بخلي البرهان يحكم بعد البشير شنو؟ بخلي ياسر عاطف ده يكون قاعد في مجلس السيادة شنو يعني؟ شنو يعني؟ خليه شنو يكون قاعد في مجلس السيادة؟ ورا حركة إسلامية ولا ورا حركة مريخية ولا ورا حركة هلالية ولا ورا منو يعني عشان تجيبه في مجلس السيادة مع الاحترام يعني؟ لكن لانه هم ديل دخلوا بالنافذه وفكروا انهم يكونوا ورثه في مغايضه تمت. انتوا تعالوا انتوا مش الاله العسكريه والامنيه بتاعت الانغاز هاي خلاص انتوا تمشوا الانغاز. المغايضه اللي حصلت دي هي 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 اللي بتوريك المشكله وين؟ انك انت جيت المقعد ده بمغايضه انت جيت بمساومه ونحن اسس التيار الوطني ده قاعدين نضغط عشان نفكك من المساومه دي. نحن ما دام دارنا من ظهرك عشان نفكك من المساومه اللي انت ورطت روحك فيها دي. مش المحكمه الجنائيه والجرائم الحرب والقصص اللي بخوفوك بها دي نحن بنملى ظهرك تب بنمنعك منها. لاسباب كثيره لانك انت الان قائد البلد. ما بنسمح بحاجه نختلف معك ما بنسمح لك ما بنسمح جهه تضغطك ولا تساومك ولا تبتزك عشان تحقق مصالحها وتخطك انت في الحته دي. ونس نحن ناس قاعد نميز البشير في القصه دي بشنو؟ انه ما خضع على الابتزاز ده. انه ما خضع على الابتزاز ده، نحن كنا معارضين للبشير في موضوع المحكمة الجنائية كنا ضده، افتكروا انه ده باب بتاع الشرور بياخد البلد كلها قدامه، عشان كده كنا ضده، وبالتالي نحن مشكلتنا الان مع البرهان انه ما يستمرأ وما يمشي وما يخضع للمعادلة الأولى بتاعت المساومة اللي جابته خليفة للبشير، ما نحن عارفين الدوائر الإقليمية دي كلها لما جاب نعوف أزاح البيان ده، قالوا لي تحدك يوم واحد زيح البيان ده واطلع. يا ناجي وكالات الانباء العالميه كلها كانت قبل يومين بتبحث عن السيره الذاتيه بتاعت البرهان قبل ما يقرا بيانه ده بيومين. يجيك واحد يقول لك الثوره نحن الثوره ومشينا وقفنا قدام القياده اقتلعنا البشير كلها مسرحيات فارغه ساكت. البرهان ده ازال اي وكالات اي مكتب اعلام عالمي قاعد في الخرطوم ده ازاله. قول لهم دوائركم رئاساتكم في الفضائيات مارسوا قبل يومين قال لكم جهزوا لنا السيره الذاتيه بتاعت واحد اسمه البرهان. ما كانوا بيجهزوا في يجي الحته دي يجوك الناس المساكين ديل المات مات والحية حية وباقي الناس الدار يسوقوا الناس دي بالقصه دي اختلعنا ما في زول اختلع. ده ترتيبات اغليميه جابت الناس دي. خطا البرهان انه خضع للمساومه الاولى دي وخطاه الثاني انه استمر انه يمشي في المساومه الثانيه الى الان انه يدي البلد في مقابل انه يقعد. ما بتقعد يا ابوي انت دا تسلم البلد يعني وتاخذ كرسيك ده ثاني كده. شوف يا علاوي ده في العراق لما باع العراق كرسي قعد حرسوا العراقي الامريكان حرسوا خليه يمولوا حرسوا كرسي ده حرسوا. الرئيس الطالباني اللي ركب طيارته شرد ثاني يوم ده اسمه ذاته الناس ما عارفينه بعد ما باع افغانستان للامريكان قدر يحرس كرسي. يا اخي دي ما معادلات مكشوفه والشعوب ما بتخضع لكلام زي ده. الشعوب ونحن عشان كده نحن ما زي ما بقول اخواننا دي في التيار الوطني نحن مشكلتنا استنقاذ البلد من المصير بتاع الكماشه اللي ماشي فيه ده. واحده من الياتنا انه نحن نحمي البرهان نفسه من القصه دي. نمنع الطاقم العسكري ده من انه يبتز. نمنع من انه يخضع ونمنع من انه يخضع. ما عشان سواد عين زول. ما عشان كده نحن عارفين ان تقديراتهم كان غلط كلهم من اللجنه الامنيه الاولى للجنه الامنيه الثانيه لكل دخلوا في طريق غلط. طيب نحن الان ما دار نحاسبك بالغلط ده دار نمنعك من انك تتواصل في الغلط ده. نحن ما سياسيين نحن بنشغلين 25 سنه هذه شغلتنا عارفين التغيير ده تم كيف وعارفين المساومات تمت وكده. نحن لما نقول البرهان برافو 25 اكتوبر لانك انت مشيت في طريق انك انت تتحلل من المتان اللي برجعك ليه شنو؟ انت قاعد في القصر السفير الامريكي يمشي القضارف ويمشي الشكانيبا وانت قاعد في ويجتمع باللجنه الامنيه وبعد شويه يجتمع باللجنه الشعبيه اللجان الشعبيه ويجتمع باللجان المقاومه. وطيب وانا والله دار في حقائق اقبح من كده بس عشان خاطر البلد ما دار نقولها. طيب خلينا نمشي للمحور الثاني يعني ونامل ونتمنى ان يعني ربنا يجنب بلادنا دي ما فيها نأمل ونتمنى ناجي المشكلات. دي يفترض منه التيار الوطني يفهم اتساع المعركة دي ويفهم المعركة دي بمحاورها كلها انه المسودة دي ما مجرد مسودة تحكم الفترة الانتقالية دي مسودة ماشية تنظم الميدان حتى ميدان الانتخابات ودائرة تعزل كل الجماعة دين وتسمح بأربع أحزاب بس والأحزاب دي ذاتها كلها قيلة
انهم ممكن كلهم يتجمعوا ويرقصوا الحميتي في الانتخابات الجايه كله. شفت البكوركو ديل كلهم يعملوا كتله كده، والله دي كتله ما بعرفوا القزغزح رئيسها حميتي وخش الانتخابات وتحكم البلد. نحن ما عندنا مشكله حميتي يترشح، ولا عندنا مشكله الود بتاع السفاره دي يترشحوا، لكن بيعطوا حاجه انت دار تفتح لك ميدان انتخابات ودار تكفلوا من الثانيين. واللي بيسمح لك بكلام زي ده انت والله لو متخيل مجرد خيال، مجرد خيال انه نحن بنسمح بحاجه زي ده، راجع حساباتها راجع تماما. انا بقول لك الكلام ده باسم التيار الوطني، لو انت فقط بتحلم مجرد حلم انه الانتخابات الجايه تتعزل فيها زول، راجع حساباتك. بقول لك يا اخي من 2019 او من 2020 من حكومه عبد الله حمدوك حكومتين لحد 21، التيار الاسلامي التيار الوطني والتيار الاسلامي والتيار اللي انت بتتحدث عنه ديل كانوا وين يعني؟ البلد دي كانت مستباحه وكانت في يد الناس. لا كده اذا ما عندهم قدره على الفعل السياسي في هذا الاتجاه. لا ما لازم تفرق، هو بالعكس انا لما سمحت انه التغيير يحصل او الصبغه اللي تحصل في 2019، انا لما غضيت يدي وكفيت يدي كفيت عشان البلد، عشان اول شيء انا استفيد انه يا اخوان القوى اللي قاعد تكون لها 30 سنه دي ما قوه بتحكم البلد، ودي ما قوه عندها مشروع وطني، دي قوه مخلبيه للقوى الدوليه، والان هذا المعنى تحقق للناس كلهم. الشيء الثاني انا ماذا اتفادى كل ضروب الصدام الممكن تؤذي هذا البلد، وعلى اساس انه في فتره انتقاليه تنتهي، والان نحن بنتكلم عن انه فتره انتقاليه شرطنا الاساسي في القصه دي انه يكون في فتره انتقاليه مسقوفه تنتهي بزمن. الشرط الثاني انه الفتره الانتقاليه ما تدير احزاب. الشرط الثالث انه الفتره الانتقاليه تفضي الى انتخابات لا يعزل عنها احد. دي ثلاثه شروط. ثلاثه. سعينا انه الحكومه الانتقاليه بطرقنا وبعملنا الاعلامي وبضغطنا السياسي وزي ما بقول اخونا الجزولي بمضاغطاتنا دي سقطت ومشى حمدوك ذاته. الان نحن في انه تتعامل ثلاث خطوات. فترة انتقالية مسقوفة، حكومة انتقالية غير حزبية ما تدير الأحزاب، فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات لا يعزل عنها أحد. ثلاثة نقاط. بعد ما معركتنا بتبدأ، إذا أنت كل سنة دار تيجي تعمل لي مشكلة وتعمل لي تمديد للفترة الانتقالية، وبعد شوية دار حتى ما بعد الفترة الانتقالية دار تعمل ميدان الانتخابات ده مسقوف زي الصبحية على ثلاثة أحزاب، ما بنسمح لك بحاجة زي دي. وبعد زي ما قال أخونا أسامة توفيق الدكتور أسامة، انت اذا قدرت تختبر صبر التيار الوطني ده امشي في الاتجاه ده، امشي اعمل لعبتك الفارغه دي. نعم. اذا دعنا ننتقل الى الجانب الاخر من هذه الحلقه، وهو تحليل للقاء نداء مبادره نداء اهل السودان بممثل الايجاد وممثل الاتحاد الافريقي في الخرطوم. دعنا نشاهد الناطق الرسمي باسم مبادره نداء اهل السودان الشواني يتحدث عن هذا اللقاء. يوم 31 اكتوبر التقى وفد من مبادرة نداء أهل السودان بممثل الاتحاد الأفريقي وممثل منظمة إيجاد في السودان، وكان الاجتماع مهم بخصوص طرح ومناقشة التطورات السياسية في البلاد، وأكدت فيها مبادرة نداء أهل السودان على الدور المهم للاتحاد الأفريقي باعتباره منظمة تمثل دول أفريقيا وبالضرورة تمثل شعوب أفريقيا، وأمنا وأكدنا على أنه ضروري يكون دور الاتحاد الافريقي اقرب لصوت الشعبي في الدول الافريقيه في مواجهه التدخلات الاجنبيه الغربيه ومواجهه كل اشكال الاستعمار الجديد. اكدنا على هذه النقطه، واكدنا وطرحنا رؤيتنا في نداء اهل السودان الرافضه للتسويه الثنائيه والرافضه لمسوده الدستور المطروح والمزعوم من لجنه المحامين التابعه لقوى الحريه والتغيير. أكدنا على ضرورة أنه تكون في هذه البلاد حلول شاملة من مصلحة جميع السودانيين، أنه يعني عبر الحوار وعبر التوافق نصل لرؤية تشمل جميع الناس. كان رؤيتنا معتدلة ومتوازنة وموضوعية. بدوره استمعنا لإفادات من ممثل الاتحاد الأفريقي، أكد فيه على اتفاق تام مع هذا الموقف وعلى دعم هذا الموقف، على دعم هذه الحلول. تحدث بوضوح عن انه هم ما عندهم التفويض الكامل لانه يحددوا اطراف الصراع في السودان هم مين، لكن بيفضلوا دوما انه الحلول تكون حلول سودانيه، بيفضلوا دوما انه العقل السوداني والمنصه الوطنيه السودانيه هي اللي تاتي بالحلول. واكد على دعم هذا الموقف وانه كطرف اساسي في الاليه الثلاثيه سيدعم هذا الموقف
وسيوصل هذه الرسالة للمركز رأس الاتحاد الأفريقي وكذلك للسلطة القائمة في البلاد حاليا ولبقية الأطراف التي يلتقي بها الاتحاد الأفريقي. استمعنا أيضا لإفادة من إسماعيل وايث ممثل منظمة إيجاد الهيئة الحكومية للتنمية في السودان، وأكد على ذات المضامين، أكد على ضرورة أنه يكون الحل سوداني، أكد في المقابل على ضرورة أنه كافة الأطراف يجتمعوا بلا إقصاء بلا تهميش كذلك، وهم على مسافة واحدة من جميع الأطراف. بالنسبة لنا ختاما، نحن في نداء للسودان بنتبع كل الوسائل السلمية لمقاومة أي تسوية ثنائية، بنتبع كافة أشكال التواصل السياسي مع كافة الأطراف الداخلية والمحلية بلا استثناء، وسنتواصل مع الأطراف الدولية اللي بنرى إنها ممكن تؤدي دور فعال وإيجابي لمصلحة الشعب السوداني، ولدينا أظن خير يعني بالاتحاد الأفريقي وبمنظمة الإيجاد باعتبار إنه إحنا أصلا دول عضوية في هذه المنظمات، وبنرى إن هي منظمات تتبع أو ستستمع بقابلية أكبر للصوت الشعبي السوداني. نحن في نداء للسودان مستمرين في هذا الاتصال السياسي، مستمرين في كافة العمل السياسي، أشكال العمل السياسي السلمي من أجل الوصول لحل سياسي يرضي جميع الشعب السوداني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ حسن، يعني البشمهندس الشواني وهو الناطق الرسمي باسم مبادرة نداء للسودان يتحدث أنهم سيتخذوا كل الوسائل السلمية من أجل إسقاط أي تسوية سياسية، وأنهم سيتواصلوا مع العالم الخارجي مع كل الجهات التي تريد مصلحة السودان. البعض يقول لك يعني في ازدواجية، أنت تقولوا السفير ما يتدخل وكده، وأنت تمشوا تقعدوا مع الطرف الآخر، يعني تقعدوا مع الاتحاد الأفريقي وتقعدوا مع الإيجاد، ما أنت يا مثلا القوى الخارجية دي تتدخل يا ما تتدخل. لا ما صح طبعا، ما في تناغم، بالعكس. شوف أنا تاني بقول لك، نحن الدولة السودانية دي جزء من المنظومة الدولية، جزء من المنظومة الدولية فيما أقرت وفيما أقر من أعراف دبلوماسية تنظم العلائق بين الدول وتنظم العلائق بين المؤسسات الدولية والحكومات وتنظم العلائق بين المجتمعات الشعبية وبين هذه دي أعراف موجودة. وبالتالي نحن ما دولة معزولة، ولا نحن سياسيين معزولين عن العالم. نحن نفهم على يعني حدود تواصل الدبلوماسية السودانية وحدود تواصل العملية السياسية السودانية، حدودها اللي بيقبلها وبينظمها أول شيء الأعراف والقوانين، وبيقبلها الكبرياء الوطني. يعني أنا لما ما دي منظمة، أنا حقول أنا ما جزء من الاتحاد الأفريقي، أنا جزء من الاتحاد الأفريقي، بقبل به في حدود. نحن ما قلنا الكلام ده كثير، قلنا إذا أنت والله المشكلة السوداني ده استعصى وكده، أنت ده تجي تتدخل من باب أنك أنت مسهل للأطراف، ولكن ما تكون جزء من مراكز الصراع. عشان كده لازم يتميز الموقف بتاعنا اللي احنا بنقوله. الان احنا يا راجل بنتكلم عن آلية رباعية. الآلية الرباعية دي ما اقرت في اي محفل دولي، لا اقرت في الامم المتحدة، ولا اقرت في الاتحاد الافريقي، ولا اقرت في الاتحاد، ما اقر. الآلية الرباعية الان هي بترسم حدود البلد وبترسم مستقبل البلد. هذه آلية لقيطة ما عندها وجود، ما عندها يعني مجموعة دول بتجمع بينات مصالحها في السودان هي العزة تقرر. بالتالي نحن موقفنا ده موقف، حتى لو جات آلية، ما هو حتى لما يجيك مثلا يجيك مندوب من الاتحاد الأفريقي أو يجيك مندوب من الأمم المتحدة، حتى فولكر ده ما أنت بتجي بصلاحيات محددة وبتجي بأسس محددة، أنت لما تخرج عنها من حق الدولة اللي أنت موجود فيها تناديك وتفصح لك عن تجاوزاتك. ونحن مشكلتنا مع البرهان شنو؟ إنك أنت يا أخي الزول ده البيع سديات عندها مهام محددة ومهام كلها فنية، تساعد في عملية الفنية لإدماج كده، تساعد في عملية إنزال اتفاق جبهة، تساعد في كده، تساعد كلها مهام فنية. الآن هم ما شغالين، ما في زول شغال فيهم مهام فنية، ما في زول فيهم شغال، ديل بيسافروا ديل بيكتبوا دساتير. وبالتالي دي حدود اختلافنا، ودي مش اختلاف، ودي حدود رفضنا. يعني انا بقبل انه والله المنظمه الدوليه دي بتحرص على الامن والسلم والامان الدولي على مستوى الدول وعلى مستوى القارات، وبتقدم المساعدات لمنع استمرار واشعال الفوارق والخلافات داخل ده اللي بنفهمه وده المعروف. لكن انا ما بسمح بانه لا بعثه دوليه ولا غير ولا مجموعه موظفين يجوا عشان يكتبوا لي دستور.
نمره واحد عشان يفرضوا لي من القوى اللي بتحكمني ومن القوى اللي ما بتحكمني. ديل في فتره من الفترات فولكر كان بيتكلم عن عوده المؤتمر الوطني، يا اخي ده كان بيتكلم عن عوده موظفين لوظائفهم. فولكر في فتره من الفترات كان بيقدم ملاحظات على القضاء السوداني، القضاء السوداني يرجع يفتي في قضايا رفعت له تحت استئناف من موظفين تظلموا، ناس فصلوا من الخارجيه، ناس فصلوا من الطاقه، ناس فصلوا من الكهرباء، مشوا تظلموا للقضاء، القضاء رجعوا. فولكر بي 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 بيقدم ملاحظات على هذه المساله وبيعتبرها دي عوده سياسيه. طيب نحن دائما ما هنقبله، لا لو كان فولكر ده عربي ولا كان سوداني ما بنقبله، لانه ده باسم المنظمه الدوليه انت متجاوز، حتى للتفويض اللي ادتك للمنظمه الدوليه انت متجاوزه. وبالتالي في خيط رفيع جدا ما بين مشروعيه التعاطي مع المنظمات الدوليه والمنظمات القاريه، وفي خيط ايضا بيفصل ما بين التدخلات الاستعماريه باسم هذه المنظمات وباسم هذه، وحتى الاليه الرباعيه الان ما بياتوا اليه، مثلا ياتوا منشور، ياتوا مرسوم، ياتوا ميثاق، ياتوا اعلان، ياتوا قرار صدر بتشكيل هذه الاليه الرباعيه. دي اليه تجمعت جماعات اطماعه في السودان وتريد ان تفرض على السودانيين ملمح دستوري معين، وتريد ان تفرض على السودانيين ملمح سياسي معين، وهذا هو الذي نرفضه. نعم، نريد ان ننتقل الى المحور الاخير من هذه الحلقه وهو زياره السفير الامريكي الى شرق السودان ولقائه بالناظر سيد محمد الامين تريك والناظر دقلل، يعني للحديث عن بعض القضايا. هنالك بيانين يعني صدرا عن نظاره البيجا وعن الناظر دقلل، يعني ناظر عموم قبائل البني عامر. خليني اقرا لك جزء من هذين البيانين. يعني البيان الاول بتاع مجلس البيجا بيقول انه اي تسويات او اتفاقيات لا تتضمن فيها قضيه شرق السودان واقليم البيجا وفق مرجعيه مخرجات سينكات الاول والثاني بتواجه بالرفض بجانب منبر تفاوضي برعايه وضمانات دوليه والقاء مسار الشرق. ايضا تحدث انه يعني من اجل ابداء لحسن النيه هم حيوافقوا او حينهوا للحكومه الجديده اللي حتجي مده 60 يوم، بعد ذلك بيشوفوا خياراتهم زي ما اسقطوا قالوا عبد الله حمدوك حيسقطوا الحكومه الجايه دي. وعدد من الكلام وناشدوا القوات المسلحه القائد العام للقوات المسلحه وحمدان دقلو نائب رئيس مجلس السياده بعدم الرضوخ لاي تسويه سياسيه في هذا الشان لا ترضي اهل السودان جميعا. اذا تحدثنا عن هذا الامر وهذا البيان من النظاره، السفير يمشي يجلس ويقعد ويتكلم مع الناس في موضوع التسويه السياسيه نفسها، يعني كيف ترى هذا الامر؟ ما انا في بدايه الحلقه دي وريت قلت لك السفير حايم، وقصت لك انه مش قاعد مع واحد من الزعماء بتوع الاحزاب التاريخيه دي وهددوا قال لي ما هتشتركوا في الانتخابات كلكم، ما اي زول ما بوقع على المسوده دي ما هيشترك في وانا افتكر انه مشى بنفس الروح دي للشريك. لكن طبعا هو يعني دي واحده من مخازي انه البلد تدار ويسمح فيها بمثل هذا السلوك يعني المتعدي وهذا السلوك المستفز. يعني طيب الردود او تعليقات اهل الشرق على زياره السفير الامريكي متوقع طبعا، لانه يا اخوان هو الشرق ده اول ضحايا الترتيبات الماسكه. يعني كنا بنتكلم عن اطماع، انت مثلا اسرائيل دي ده تحول شرق السودان ده كله لنقطه بتاعت مراقبه امنيه، كله هتعمل لك البلد دي جواسيس وعيون امنيه وهتعمل فيها مشاكل كثيره جدا. بالتالي شرق السودان هو اول ضحايا ترتيبات الرباعيه اذا مشت. وبالتالي شيء طبيعي جدا بوعي الجماعه دي انهم يرفضوا هذه المساله ويؤكدوا ويعني يصروا على قضيه شرق السودان في هذا الملف. هم طبعا دي النظار دي المروسه احزاب سياسيه، يعني في زول حيقول لك يا اخي ليه الناس دي مصرين على انه ما ده زول ناظر، ده لهله وده سقفه، ده زول ما طارح يروح رئيس حزب لا دقل لا ترك، ده النظار بتهمه مصالح اهله، ما ده الوعاء القبلي كده. وهو لانه من 2019 لحد الان نحن بنحتفي، انت اخفيت الاحزاب السياسيه وحاصرتها وكده، الاحزاب الوطنيه بتصار لك القبائل يعني بتصار لك التشكيلات دي، وبالتالي التشكيلات دي السقف بتاع همها هو الجغرافيا بتاعتها، هو الارض بتاعتها. بالتالي ردودهم انا لانه قاعد الاحظ انه ليه ناس تريك بيتكلموا عن الشرق، شو طيب يتكلموا عن الشرق؟ ما ده ما رئيس حزب، ده رئيس كتله سكانيه اهليه حدوده وجغرافيتها شرق السودان. بالتالي الكلام ده متجانس جدا ومفهوم جدا. وواحده من التعقيدات الاساسيه اللي حتواجه ترتيبات الاليه الرباعيه
هو مسألة شرق السودان، لأنه أول 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 قربان حيقدم لترتيبات الآلية الرباعية هو شرق السودان وإنسان شرق السودان، لأنه في جزء دارين يشيلوا يعملوا أراضي زراعية، حتى المواطن ذاته في شرق السودان ده يكون شغال فيها أجير، حتى عايد الأرباح هو ما عنده بشغل، هو بس يجيه الأجر الأسبوعي واليومي بتاعه ده، والمينا اللي هو يفترض يتطور وكده ده دار يغلق، في جهة دار تغلقه، دار تحوله لنقطة بتاعت مراقبة زي ما قلت لك، تمتد من شرق السودان إلى نهر النيل إلى كربتون في كردفان فقط، ما في حاجة تانية. وبالتالي شيء متوقع إنه المجموعات السكانية في شرق السودان وممثلوهم من نظار وعمد ومشايخ وكده، إنهم أول من يتصدى لهذا المشروع، أول من يتصدى وأول من يعمل على إسقاطه. عشان كده أنا أول ما قلت لك التربيطات بتاعت التحالف الوطني، التيار الوطني ده في السودان ممتدة، وأصلا المشروع الاستعماري ده بتاع الهيمنة الاستعمارية ومشروع الانتداب ده هيواجه طبيعيا من غير قبل ما يكون في ترتيبات سياسية، طبيعيا هيواجه برفض واسع جدا، لأنه بيمثل خطر على المصالح الحياتية، وبيمثل خطر على مصالح التاريخ وعلى مصالح الوجود اليومي والوجود الحالي لهذه الكتل السكانية. نعم أستاذ علي، ربما الأخطر في هذه الزيارة هو ما جاء في بيان الناظر دقلون، والذي تحدث عن السفير في ختام زيارته قال له نحن ما حنعمل انتخابات سريعا، يعني حنأخر الانتخابات عشان ما تعيد الإسلاميين مرة أخرى إلى المشهد السياسي، هكذا بالأمؤاربة، يعني تصديقا لكلامك الذي قلته مع أنه يعني مع أحد قيادات الأحزاب الطائفية تحدث بهذه الوقاحة. ولكن المستشار القانوني لنظارة البن عامر السيد الدكتور عبد الله محمد ديريف قال إنه تأجيل الانتخابات خوفا من عودة الإسلاميين هذا حديث خطر جدا يتنافى مع قيم التحول الديمقراطي والتحول المدني الذي كنا ننشده، وفيه تمييز على الأساس الفكري والسياسي. وقال إنه الإسلاميين جزء أصيل من الشعب السوداني، وهو الشعب السوداني فقط من يقرر إنهم يخرجوا أو يكونوا جزء من هذا الأمر. كيف تقرأ هذه الوقاحة السياسية إذا أردنا أن نسميها؟ هذه ليست دبلوماسية. الآن ده الحاكم العام، السفير الآن هو الحاكم العام، صحيح برهان قاعد في القصر بدبابير، لكن البيرسون في المستقبل، ونحن ما بنسمح له طبعا بالكلام ده، هو السفير الأمريكي. وبعدها حكايه انه والله امريكا حريص على الف مره، نحن قلنا امريكا دي ما عندها علاقه بالديمقراطيه، ما عندها علاقه بالقصه دي. امريكا زي انا باستمرار بذكر الناس انه افضل علاقات لامريكا عملتها مع الانظمه العسكريه، عملتها مع الضباط، متى ما الضباط ده خضعوا ليها ومشوا لها مصالحها هي ما عندها ثاني ديمقراطيه. شنو ثاني؟ واكثر زول عارفه في السودان الصادق المهدي اللي هو ده اكبر رمز ديمقراطي مدني في السودان. فما في حاجه اسمها والله امريكا داير انتقال ديمقراطي، ما داير انتقال ديمقراطي. ده جانب. الجزئين الثانيين السعوديه والامارات اللي بيمثلون السفراء بتاعهم ديلهم بيعرفوا شنو عند الانتخابات اصلا، يعني اصلا اللغه دي اصلا، يعني التقنيه دي تقنيه العمل السياسي بموجب عمليه انتخابيه، ما دي انظمه مختلفه من الانظمه في السعوديه والامارات، بتختلف عن الانظمه عندنا نحن في السودان. التقنيه دي ما عندهم حكايه انتخابات وتصويت وجماهير وتمشي تنتخب، ما عندهم الكلام ده، وبالتالي دي ما شجونهم ولا عندهم شغله بالقصه دي. الناس اللي دايرين يجيبوا مجموعه بتاعتنا مع، والله انا شوف انا بكون حريص انه انا ما اقول كلام ما عنده يعني يكون في جزء من التجريح وكده، لكن انا داير اقول لك التوصيف، الكلام انا بقوله لك ده توصيف. انت بتجيب لك ناس مقاطيع، لا زول لورا حزب، لورا اهل، لورا قبيله، لا ولا زول بيسألوا، زول بيطلع من بيته وبيمشي بيت السفير السعودي بيرجع بيته، ما عنده حاجة. تجيبه تقول له ده الحكومة المدنية الديمقراطية المزارع وفلان وفي التكال، تجيبه تخطه يرعوا المصالح الإقليمية دي، بس ما عندهم حاجة، لا ما عندهم أي عمق في المجتمع السوداني ده. تجيب لك أصغر أحزاب موجودة، هي ده ما أحزاب، لافتات، ناس كده حايمين براهم، يعني لو ما بيجيبون في الـ في الـ في الـ في الفضائيات ديل ويتكلموا ولاقينا السفير ومرقنا من السفير، لا وجود لهم على الارض. حتى الناس اللي بيسمون ثوار ما يقدروا يمشوا خطبوا الان، ما يقدروا. فتجيب المقاطيع ديل تخطهم تقول والله دي الحكومه. وانا بعد ذاك حكيت انه والله السفير الامريكي قال هو ما في انتخابات، لازم ما نعمل انتخابات، ما نعمل انتخابات،
ولو حتى عملوا انتخابات شكلية، الكلام اللي قلت لك هسه في الأول الحلقة ده، عندهم مواد بتاعت عزل لأحزاب وعزل لأفراد. والكلام ده ما عاملينه القحاطة، ما عاملينه ناس زيعتهم مئات بتاع، لا عاملينه عملاه الآلية الرباعية، فكرت وقدرت انه ما تتعمل انتخابات. اذا الناس ضغطوها اعملوا انتخابات، لكن بقانون العزل السياسي اللي ده عمل في العراق. نجيب اياد علاوي، نجيب منو خدته يمشي لنا، يبيع لنا البترول العراقي ده، يهربوا لنا، نخلي العراق دي بلد اكواخ مسلمه، نخلي الشعب العراقي ده يلجا وينزح وكده. ده المصير اللي قدرت تعمله الاليه الرباعيه في البلد. طب كيف تقرا اخيرا، يعني كيف تقرا هذا الموقف من قبيله البني عامر في يعني على لسان الناظر وعلى لسان ديريف؟ يعني شوف، ما هو شوف انت، انا قلت لك الشرك ده هم مستوعبين الان انه هم اول ضحايا المشروع ده. هتدي شنو يعني انت الشرك؟ ما انت الشرك ده تشيل كل الاراضي الزراعيه على اساس انك انت تسد به فجوه غذائيه في منطقه ثانيه، والريع بتاع المزرعه دي بالتالي اول ضحايا. وهو من يتركب قصة مسار وما مسار، دي مسار الشرق ومسار الوسط ومسار زعيط، القصة دي من أول ما اتعملت الموضوع ده، هو ده في النهاية ما مؤشر، لأنك أنت عايز تركب جسم غريب في التربة وفي الجغرافيا بتاع شرق السودان. عشان كده هم انتبهوا للقصة دي، وزي ما قلت لك ردود في هذا الجانب منطقية جدا وموضوعية جدا ومعقولة جدا، وانا ما فاجاتني يعني، طبعا ده شيء طبيعي يعني. نعم، وصلنا لهذه الحلقه، شكرا جزيلا لك الاستاذ حسن اسماعيل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مرحبا بك. مشاهدينا الكرام في كل مكان، الى جديد الملتقى، هاكم تحياتي والفريق العامل، في امان الله.